مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي بيت القصيد. القصيده حينما ترتدي ثوب العراقه، حينما لا تنفصل عن صحرائها وبيئتها وموروثها الذي يحمله الشاعر بين كفيه ويجوب فيه بلادا وبقاعا حتى يقول ان وطنه قصيده كتبها بملء فمه وكذلك نسجها بخيوط من روحه. عن القصيدة العربية الفصيحة هذه الحلقة أيضا، ولكن هذه المرة إلى ضيف من بلد خليجي معنا عبر الإنترنت من قطر، تحديدا من الدوحة، الشاعر القطري المميز والجميل والإعلامي أيضا الأستاذ عبد الحميد اليوسف. حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد أستاذ عبد الحميد. حياك الله، أهلا وسهلا بك وبمشاهديك يا أستاذ مصطفى، شاعري وأخي وصديقي، وبيت القصيد بيتنا جميعا، يجمعنا ويظللنا، وشكرا على الاستضافة. نتشرف بك أستاذنا العزيز. بداية أستاذ عبد الحميد، وقبل أن نذهب إلى الشعر أو النقاش الذي سيدور بيننا في هذه الحلقة المميزة، حدثنا عنك قليلا، بما تحب مع ميولك واهتماماتك، عملك، ما تحب، تفضل قل ما تريد. جزاك الله خير، شكرا على المقدمة وعلى إتاحة المجال لي لأتحدث عن نفسي. في الحقيقة تعلمت الشعر ويعني درجته في مدارجه منذ كنت طفلا على يدي والدي رحمه الله، الذي كان محبا للشعر، لم يكن شاعرا ولكنه كان بكل معنى الأديب أديبا، كان محبا للشعر، كاتبا لبعض نصوص الأدب وليس الشعر، وأيضا حافظا للكثير من القصائد. فعلى ذلك تربيت وعلى ذلك نشأت، فولدت هذه القريحة أو تجلت هذه القريحة. أما بالنسبة للجانب الآخر من حياتي، عملي ويعني اختصاصي، فأنا درست الإعلام، عملت في قناة الجزيرة الفضائية لـ 12 سنة بين مخرج ومذيع ومعد، ثم بعد ذلك انطلقت في مناحي الحياة الأخرى، وأنا حاليا أعمل في غير مجال الإعلام، ولكني شديد الصلة بهذا المجال لأني أعشق التعليق الصوتي والأداء الصوتي، فمن الله علي الحمد لله بهذه الموهبة، فأنا أيضا أستثمرها في هذا المجال وأسعد بها. هذا تقريبا في سطرين يعني. جميل جدا، أنت من الشعراء المميزين أستاذ عبد الحميد حقا، والمأمول أن تكون من أصحاب اليمين دائما، وهكذا يوصوني بعض الزملاء أن تذهب يمينا قليلا، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب اليمين. وقبل الحديث عن الموضوع الخاص بهذه الحلقة وهو المبادرات الشبابية البناءة، لا سيما مبادرة أثر، بالإضافة إلى استراتيجيات الكتابة الخاصة لديك والأدوات التي تشتغل عليها والتقنات الخاصة بعبد الحميد اليوسف، قبل كل هذا النقاش الذي سنكون موعودين به، قبل كل هذا نريد افتتاحية شعرية بطريقتك، قل ما تحب وتشاء، تفضل، كلنا أذان مصغية. جزاك الله خيرا على هذه الفرصة التي يعني دعني أستهل بقصيدة كتبتها لصديق مثلك يا أستاذ مصطفى، وهذا الصديق كان يعني في يمر بظرف صحي، يعني الحمد لله أنه مر بسلام، وهو صديقي منذ الطفولة، و يعني يحتل جزءا كبيرا مني. أخاطبه وأقول: جد يا صديقي بالذي تشاء، أنا هنا أرجو نوال كل ما تهب، بقلبي المليء باللهب، وما بروحي من حياة متعب تعج بالصخب، بروحه الخواء، جميع ما لدي، مواقف الطفولة وفرحتي والطيش في بوادر الرجولة، والعنف في نفسي أنا وعطف والدي، إليك يا صديقي العزيز أهديك ما تشاء. لا لست أنت ولا أنا، من حولنا تهادت الركاب كالسنا، إلى مغيب الشمس في آفاقنا، لم يبق في جوارنا سوى أنا وأنت. فلست أنت من يخون، لله كم كبيرة عليك من يخون، من أن تقال لك يا سلام قف يا صديقي
قف يا صديقي ولنراقب دورة الفلك، لتشهد الأكوان أن مذ خلقنا لم نكن سوى فؤاد حب دافئ حنون. عد لي وأحيني، وخذ لقاء ذاك مهجتي يا مهجتي، يا ذائبا في قهوتي، يا نشوة يا نكهة المعطف في صقيع رعشتي، ويا أنا برمتي ملحوظة أخيرة، لا أستطيع أن أواصل الحياة إن كان ما أعيشه حياة، إن لم تكن بجانبي فجد بما تشاء. ملحوظة أخيرة، لا أستطيع أن أواصل الحياة إن لم تكن إن كان ما أعيشه حياة، يا سلام، إن لم تكن بجانبي فجد بما تشاء. فجد بما تشاء وأنعم به من جود هذا الجمال وهذه الفاتحة الشعرية التي تفضلت بها أستاذ عبد الحميد. جميل جدا في شعرك، ومن المتوقع أنك جميل كذلك في إجاباتك وفي مبادراتك. عن مبادرة أثر كلمنا قليلا، الفكرة، الاستراتيجيات، الأهداف، تفضل. نعم. أستاذ عبد الحميد. نعم، أثر هو مشروع أدبي يقوم على عدة جوانب، من بينها جانب روائي طويل حقيقة أنسج هذه الأيام الباقي من خيوط تلك الرواية الطويلة. نعم. لكن هي عبارة عن عالم موازي فيه 6 قارات تعيش فيه أجناس أخرى، بشر وغير بشر، وهناك تفاعلات أيضا بينها، ولكن الشعر والأدب يحتل مكانة عليا في ذلك العالم. عالم أثر هي تجربة الانجراف مع الخيال إلى أقصى مدى، وهي أيضا في حد ذاتها كمشروع أعتبره شخصي ولكنه ذو نفع عام للأدباء، للشعراء، لمحبي الأدب بشكل عام. بدأت المشروع هذا تقريبا من 3 سنوات وجاري العمل عليه في الحقيقة. المشروع الآن بدأت تتبلور معالمه الأساسية، ولكن سيحمل إن شاء الله في طياته مستقبلا جوانب أيضا ذات طابع تدريبي وتأهيلي للكتابة، للشعر، للأدب، لكتابة القصة، السيناريو، أيضا سيكون له جانب في موضوع المسرح والكتابة للسينما وإلى آخره. جميل جدا. هو مشروع واعد يعني، ولكنه كبير يعني، وإن شاء الله نسعى فيه. نرجو لك كل توفيق في هذا المشروع ومختلف المشاريع التي تتولى بها دور الصدارة أستاذ عبد الحميد. انطلاقا من تجربتك الشعرية الذاتية الخاصة، باعتقادك أبرز القيم التي ينبغي على الشعر أن يضعها نصب أعينه، حدثنا عن القيم التي دائما ما تفرض ذاتها على عبد الحميد قبل أي قصيدة. والله أول قيمة أنا دائما يعني أراقبها ويعني نصب عيني كما تفضلت، الصدق في مشاعري. يا سلام. قضية الصدق قضية مهمة بالنسبة للشاعر، إن كان ذو جماهيرية طاغية أو ليس ذو جماهيرية كبيرة، المعيار الأساسي في القصيدة سيلمس الصدق الذي في القصيدة متلقي القصيدة، يعني ثق أيها الشاعر أن هذا الصدق سيلمس المتلقي. يا سلام. فكلما صدقت في نصك كلما يعني سجرت وهجه وعليت من شأنه. إجابة ليست جميلة. ليست القضية فقط قضية العروض وال جناس والطباق ويعني المحسنات والمجاز والخيال، إنما أيضا الصدق له جانب مهم في وصول القصيدة وفي يعني انتشارها. يا لها من رؤية جميلة، رؤية مميزة، رؤية عملية أكثر منها يعني عبارة عن أفكار تحملها، إنما هي أفكار دخلت حيز التطبيق وهي ملموسة وواقعية في قصائدك أستاذ عبد الحميد، وهذا ربما يشجعني على طلب قصيدة جديدة، لكن لك أن تختارها، تختار موضوعها، تختار مضمونها، تختار بحرها، لك أن تختار كذلك الفكرة الخاصة بها إن أردت أن تطلعنا على فكرتها قبل قراءتها، لك المنبر والكلمة، تفضل. طيب، جزاك الله خير. سنعود أيضا إلى الأصدقاء والصديق، ولكن هذه المرة من جانب آخر. تخيلت في هذا النص أني مللت من هذا القلب الذي يعنيني دائما. يا الله. وأني أريد أن أبيع هذا القلب.
فأوكلت الأمر لصديق من أصدقائي أن يأخذ قلبي هذا ويذهب به فيبيعه في سوق النخاسين أو في في سوق سوق القلوب. الأصدقاء. في سوق إن كان من الأصدقاء القلوب إذا يزول. تفضل. فأقول: خذ فؤادي يا صاحبي خذه مني، غجري الطموح خصب التمني، يا سلام، لم يدع لي سوى الجراح بصدري، هاك فاسمع أنينه واروي عني. قل لهم: ذاك قلب صب معنن، هو للبيع أو لأجل التبني، سعره ليس غاليا وهو غض، ليس قلبا لطاعن في السن، ذاك قلب ترعرع الحب فيه وتساقى الغرام من كل فني، مخلص للذي يحب، مطيع يتمادى لكن بذوق وفن، يتجنى على الحبيب ولكن إن تجنى يلذ منه التجني. يا سلام. مازحا حين تكفهر وجوه عله يستطيع تفريج حزن، يتسلى بنبضه حين تعدو نبضات القلوب رعبا، لأني رضته أن يكون هاد صبورا في الملمات، عاقل متأني، يقطف الوردة دون أن تشعر الوردة بالقطف أو بتحريك غصن، رقة تعجز النسيمات إن مرت على وجه جدول متثني، هو قلب لشاعر ذاك يكفي، ما تراني أقول فيه وأثني. هاك خذه يا صاحبي هاك خذه، ما له انتزعه يا صاح مني، كلما نازعت يداك حشاه يتفلت ويرتمي وسط حضني. آه قلبي وآه منك حنون ووفي، ما خاب والله ظني، لا تطيق الفراق، أعرفك قلبي يا حبيبي ولا أنا، فادن مني، دعه يا صاحبي دعه يا صاحبي، فحسبي منه رغم كل العذاب أن لم يخني. دعه يا صاحبي فحسبي منه رغم كل العذاب أن لم يخني. جميل جدا هذا النص أستاذ عبد الحميد، وليس غريبا على شاعر كبير مثلك أن تكون مشاعره الجياشة حاضرة بكل صدق ووفاء في هذه القصيدة. نحن بحاجة إلى من يقدر قلوبنا، أليس كذلك؟ بالتأكيد. إذا ما أردنا أن نتحدث عن فكرة المفارقة ما بين الأصدقاء، أيهما الصديق الحقيقي باعتقادك؟ من الصديق الذي يستحق أن يكون صديقا؟ الصديق يا عزيزي، الصديق يعني إشكالية في هذا الزمن، ولكن الذي يستحق أن يكون صديقا هو ذاك الذي يستطيع أن يفتح مغاليق قلبك وأن يدخل إليه بكل بساطة، ويكون هذا القلب بيتا له، ويكون هذا القلب بيتا له. أنعم به من بيت. عن المجموعة الشعرية أو الديوان الشعري أو القصائد، هل يمكن يعني مجازا إطلاق سمة أو صفة الصديق على القصيدة؟ هل تحل مكان الأصدقاء أحيانا؟ لا أعلم إن كان للقصيدة هذا الشرف أن تكون صديقة، وإنما هي وليدة الشاعر، هي مولودة الشاعر، هي حبيبة الشاعر. ربما الصديق، دائما أشعر بأن الصديق والصداقة علاقة جميلة، علاقة مستثناة من باقي العلاقات، هي علاقة يعني رائعة وتحتل مكان وحيز عجيب وغريب. طبعا أتحدث هنا عن الصداقة الحقيقية، فيا سبحان الله، سبحان من يعني خلق القلوب ووائم بينها وجعل هذه العلاقات متنوعة، نعم، من صداقة وأبوة وبنوة وزوجة وزوج وإلى آخره من العلاقات الإنسانية، بتنوعها تثري هذه الحياة وتدفع هذه العجلة إلى الأمام، يعني حياتنا نحن البشر. أحسنت أستاذ عبد الحميد. لن نطيق هذه الحياة بلا هذه العلاقات صراحة. فعلا فعلا، إجابة في محلها، وقد أضفت لي بهذه الإجابة، قد تكون القصيدة خير رفيق في هذا الزمن، قد تكون الحبيبة، قد تكون الأقرب إلى نفس شاعرها، فهي وليدته بكل ما تحمل الكلمة من معنى وليس بالتبني فحسب.
قبل أن نذهب إلى فاصل أريد منك أن تحدثني عن هوسك الشاري إن كان ثمة هوس. الهوس طبعا حاضر، وإلا لن يكون الشاعر شاعرا لم يكن له جميل. هوس. اليوم صباحا كنت أتحدث لصديق وكان يشكو لي من هموم الحياة، يا الله. فسبحان الله ورد على خاطري بيت إيليا أبو ماضي: هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا. يا سلام. فلما أن يعني خرج هذا البيت من فمي، وكأن الرجل صدم، يا الله. وكأن استشعر ورجع يعني، فقلت سبحان الله، يعني إيليا أبو ماضي بعد رحيله بكل هذه السنوات لا زال يؤثر في الناس، حتى الناس الذين يعني عظيم. ليسوا شعراء أو أدباء، يعني آه الرجل والله. ليس شاعرا أو أديبا. فبدأ يراجع حساباته وتذكر كثير من النعم التي يعني ينعم بها، فرجع إلى يعني طمأنينته. فالهوس بالشعر الذي ينساق هذا السياق، الشعر الذي يؤثر ويبقى مؤثرا وقادا عبر السنين، يخترق الزمن ليصل دائما إلى الناس في كل الأزمنة، حتى يكون جزءا من حياتهم اليومية بشكل دائم يتعايشون معه. طبعا 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 طبعا. يقول أحدهم: إن شئت أن تسمع كلام الذين رحلوا فقرا، وإن شئت أن تكتب للذين لم يولدوا بعد فاكتب، لأن كتابتك ستصل، ستبقى بعدك. فسبحان الله، قصيدة مثل قصائد، مثلا قصيدة المقنع الكندي مثلا الدالية الرائعة، قصيدة مخترقة للزمن، يعني الرجل يعني عاصر الدولة الأموية، أوائل الدولة الأموية، وإلى اليوم تقرأ قصيدته يعني تجد معاني وتجد أبيات وكأنها كتبت بالأمس يعني. أحسنت. يعني هذا الشعر الذي يعني يشدني دائما، هذا الشعر الخالد. وأسعى طبعا، وأنا أيضا أعود إلى مسألة الصدق، أني أظن أن الصدق في تلك القصائد هو الذي جعلها حياة خالدة، هو الذي أبقاها خالدة. نعم. إذن هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلة، وهي ذات القصيدة التي يقول فيها إيليا أبو ماضي: أيها الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلة، دام جمالك. أستاذ عبد الحميد، متواصلون أكيد، ولكن لابد أن نخرج الآن إلى فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل، ابقوا معنا. حياكم الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. نعود إلى ضيفنا معنا من قطر، من الدوحة، الشاعر الجميل جدا الأستاذ عبد الحميد اليوسف. وقبل أن نستأنف النقاش، نريد أن نفتتح هذا الجزء من البرنامج بقصيدة جديدة. تفضل أستاذ عبد الحميد. سنقرأ قصيدة لها قصة قصيرة جدا. في يوم من الأيام جالسة بجانبي أعمل حينها في القناة، وكان يستمع إلى بعض من شعري، ثم همس في أذني وقال: ألم تكتب شيئا يدل على قطريتك؟ يا سلام. قلت له: هذا سؤال غريب، الشعر لا ينتمي إلى يعني إلى بلد. قال: ولكن. قلت: ولكن. قال: فحاول. قلت: سأحاول. وحاولت، فكانت هذه. تفضل. الأفق يغرق في الضباب، ومدينتي بحر رست في أفق ضفته السفينة، حمراء شمس مدينتي أبدا حزينة، أنفاس تبغي والضباب، وقصة المرسى القديم، وبندرت في الذاكرة سفن العنا والكرب من شظف الحياة القاهرة بأنينها وبصوت نهام يئن، ليلف كل الإرث في صوت شجي. بدأ الضباب
يسيل دمعا من على الريحان قطرة في إثر قطرة، وكأن وجه وريقة الريحان وجه، نحت المعاناة القديمة في تجاعيد الجبين، وذراعه السمراء تلك تعاجنت هي والحديد، لا لن ألين كعناد بحار، كصيحة معتل ظهر المطية، فاض التمرد من ثنايا الأرض داو، آه ما أعلى دوية، فاتحا عهدا جديد. ذاك الضباب فض عن أفق المدينة، يا سلام، والغرب محمر الرمال، وجه السماء مفطر القسمات من عزم الرجال، وجه السماء مفطر القسمات من عزم الرجال، ومدينتي تستقبل الليل العضال، وتدب في أرجائها تلك السكينة، وإذا بها حمراء شمس مدينتي أبدا حزينة. يا الله سلام. يا الله، قصيدة تحمل في طياتها شعور الشاعر العميق بالحزن الذي قد يكون محيط بالمنطقة، قد يكون موجودا في أي بقعة من بقاع الإنسانية، فربما يعني يستورد مثل هذه المشاعر ليكون لسانهم المتحدث وبكل قوة يصدر عبارات صادقة حتى وإن كان يعيش في بيئة مستقرة. ربما يقودني هذا إلى سؤال مختلف أستاذ عبد الحميد، الوطن في حس ونفس الشاعر ربما يتجاوز المحيط الجغرافي الذي يقيم فيه. نعم صحيح صحيح، وطني أحمله معي ولا أعيش عليه، يعني أنا رجل أحمل وطني في داخلي، لا أشعر بأني يعني أعيش على أرض اسمها وطن، وإنما الوطن في متسرب في 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 أعماقي. يا سلام. من القصيدة التي قدمتها قبل قليل، هي قصيدة رمزية طبعا بكل ما تحمل يعني الكلمة، نعم، وهي قصيدة معبرة، أنا أبحث عن الصدق دائما، عن مشاعر الصادقة التي أغدقها في القصيدة بغض النظر عن ما يراه تراه العين، ربما لا تلمح العين شيئا من هذا في 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 مكان ما، ولكن القلب له بصيرة وله عين أخرى. أحسن. فبالرجوع إلى موضوع الوطن، الوطن عند الشاعر عند الأديب الحقيقي هو كائن يحيا داخل هذا الإنسان. يا سلام. عن القصيدة الواسعة أستاذ عبد الحميد، إذا ما أردنا أن نقول إن القصيدة المحدودة الآفاق هي القصيدة التي تكون موجهة إلى مجتمع ما في منطقة ما في زمان ما، وهي محدودة لأنها منغلقة على مجموعة من الناس تربطهم مثلا بعض العادات والتقاليد والأعراف التي تتكون منها المجتمعات، لكن القصيدة الواسعة هي التي تشمل عذابات ومواجع وأحلام وربما آمال الكثيرين متجاوزة المساحة الجغرافية. أنت كشاعر وتكتب القصيدة الفصيحة، وكذلك ربما كتبت الشعر النبطي، وربما تكون هذه المسألة التي سأفاجئك بها، هل ترى أن القصيدة العربية بشكلها الحالي قادرة على مواصلة المنافسة؟ سبحان الله، هذا سؤال مهم وسؤال توقيته أيضا مهم، لأني بالأمس ليلة البارحة فقط كانت عندي أمسية، نعم، كنت أديرها أنا، لم أكن مشاركا كشاعر فيها، وإنما كنت مديرا لها بعنوان مداد، والأمسية استضافت شاعرين فصيحين وشاعرين نبطيين، فاستمعنا في الأمسية طبعا بتشريف وزير الثقافة القطري ونخبة من أصحاب السعادة وأيضا جمهور عريض يعني لمحبي ومحبات الأدب والشعر. جميل. فكانت هذه الأسئلة تطرق من يعني من خلالي، طرحت في نقاشكم خلال جلساتكم وسهرتكم في أمسية مداد. كانت سهرة جميلة حلقت بنا صراحة، وكان في تفاعل كبير من الجمهور، وكان في تمازج ملفت جدا بين الشعر الفصيح والشعر النبطي. نعم. أنا بلا شك أرى، وهذا رأيي الخاص، أن الامتداد الطبيعي للشعر الفصيح هو الدارجة العامية العربية بشقيها العامية، يعني الشعر الشعبي، نعم، بجناحيه العامي
والنبطي، والنبطي لأهل البادية والعامي لأهل المدن والقرى. وهذا دليل على غنى اللغة العربية الفصيحة، ودليل على اتساعها، ودليل على نموها، وأن أصبح لها أبناء وأحفاد، وأحفادها أصبح لها أبناء. يا سلام. فهذا دليل على عظمة اللغة العربية الفصحى. أكيد، ولا شك في ذلك. نعم. البعض يقول أنه لكي تصل إلى العالمية يجب أن تغوص في خصوصيتك، يجب أن تحكي عن حارتك وعن قريتك وعن محيطك لكي تعكس مرآتك الخاصة للآخر فيراها. وأنك عندما تتكلم أو تكتب في شأن عام عام كبير كبير تقلل من تركيز المادة الصادقة في نصك. لا. سواء شعرا أو رواية أو أي شكل من أشكال الأدب، فيأتي احنا نقول عنا بالخليجي ماهي، يعني فيه زيادة ماء، فهمت شلون؟ يعني قليل التركيز فيصبح باهتا يعني بلغة الألوان. لم أجرب هذا وذاك، يعني لم أجرب واعيا أن أكتب في شأن خاص أو في شأن عام. جربت أن أكتب مشاعري، أن أكتب صدقي، أن أكتب نفسي في قصيدتي. البعض يرى ذلك خاصا لأنك أنت تكتب نفسك الآن لا تكتب الآخر، والبعض يرى ذلك أنه لا، يعني كما أنت تكتب نفسك فالكل يكتب نفسه، فأنت يعني في شأن عام بهذه الطريقة. يا سلام. ولكن مفهوم القصيدة الواسعة الذي طرحته قبل قليل موجود طبعا، والكثير من شعرائنا سواء الفصحى أو حتى القصيدة النبطية والقصيدة العامية تتناول، يعني أي بيت من أبيات الحكمة أو الأمثال الذي يتداول في كل مكان، وربما يترجم إلى لغات أخرى، حيث أن لي تجربة مع ترجمة الشعر في برنامج بالأعجمي الفصيح، وجدت الكثير من القصائد الأجنبية التي دخلت علينا في اللغة العربية على شكل الأمثال يعني، والعكس طبعا صحيح. جميل جدا. قبل أن نذهب إلى قصيدة فصيحة جديدة من شعرك، وهنا المفاجأة، من مقولك أو منقولك من محفوظاتك فقرة من الشعر النبطي تكون مدخلاً إلى القصيدة الفصيحة الجديدة التي تود قراءتها، أو لك أن تعفي نفسك من ذلك إن لم تسعفك الذاكرة، لكن لك الساحة وأنت لها ولا شك. قصيدة نبطية ليست قصيدة، يعني سأتذكر ربما. لا بأس، لتكن مجموعة من الأبيات ومن ثم نذهب إلى القصيدة الفصيحة. تفضل أستاذ عبد الحميد. يقول: تسحب شعرها كأنها تسحب الليل، تختال روعة والسبايب شعرها، يا سلام، منها كأنها مشية الخيل، تسحر قلوب وكم تابع أثرها، مياس تلقامه نعم ما هي تميل، مات الحزام اللي مطوق خصرها. يا سلام. هذا ما أتذكره لشاعر اسمه علي الخوار، حضرت له أمسية وعلقت في بالي هذه الأبيات جميلة. وعلى ذلك أستاذ عبد الحميد تفضل. وعلى ذلك نقول شيئا في الغزل ربما: لهم نبطيهم ونقدره ونحبه ونجله ونحترمه ونسمعه ونحضره إن صح التعبير، ولنا فصحانا التي تشملنا وتجمعنا جميعا. تفضل إلى قصيدتك الفصيحة، وكلنا آذان مصغية وقلوب سعيدة بوجودك وبتشريفك. تفضل أستاذ عبد الحميد. شكرا لك. شاعر يملك إحساس المشاعر، يا سلام، يكتب الدر ويلقيه جواهر، يجعل الخيط من الدخان يسترخي فيستلقي من الإعياء فاتر، جانح النفس بلا حد ولا يرتاب في أن يعتلي ظهر المخاطر، مرهف كالسيف بتار كرمش الغادة الحسناء، حساس كشاعر يحرق الدنيا ويذروها رمادا في عيون البحر كي يجبر خاطر. الله، يحرق الدنيا ويذروها رمادا في عيون البحر كي يجبر خاطر. يجبر خاطر. يا الله. مستعد دائما أن يتفانى ويعاني ويضحي ويخاطر، واضح ذلك أمر واضح فيه تماما أنه الشيء المغاير،
لو تأملت بعينيه لأصبحت ترى داخله الغامض سافر. لو أحب امرأة فعلا فبالآمال فيها لا يغامر بل يقامر. يتحدى 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 وهو يدري أنه في الحب خاسر. خاسر. يا سلام. وانهزام واحد في الحب يكفيه لكي يسعى بأن يحرز آخر. داؤه المزمن قلب نابض بالحب، تواق عصامي مثابر، حالم بالواقع الأمثل، يمضي واصلا حلما بحلم دون آخر. ما جنون يلعب في حين، وأحيانا تقي، شبه بر شبه فاجر. هو شفاف كقطرات الندى في الفجر، لا بل إنه كالفجر ساحر. ليس يدري كيف أو أين وماذا ولماذا وبماذا هو حائر. كلما أعياه أمر قال فخرا كم جميل أن يكون المرء قادر. يمزج الحزن ببعض الفرح والأفراح بالدمع ويقضي العمر عابر. يا الله. يقبل النصح وفي كل المواضيع من الدين لتدخيل السجائر. هو لا يفعل شيئا إنما لا شيء، طبعا هو في اللا شيء شاطر. تارك للريح تصريف سفين ليس فيها فهو في الشاطئ ناطر. قمة في الغدر والإخلاص في العقل وفي الطيش، وقور وهو ثائر أقرب الوصف له في أنه الطيف الذي قد عاد من درب المغادر. يا إلهي. أجمل الأيام في تقويمه يوم انفتاح الورد في ترب المقابر. كل ليلات اكتمال البدر عيد وهو في كل ليالي البدر ساهر. ذو مزاج متعب مضن ولكن هو يحيا في مزاج متواتر. يعشق الفوضى بترتيب ويهوى اللوم من جراء عصيان الأوامر. كم جميل ذلك الكائن كالألماس من فحم ووضاء وباهر. بقيت لي جملة واحدة أهديك إياها، فكم حظك عاثر. حسبك بؤسا وحرمانا فتاتي، أنك ضيعت من كفيك شاعر. أنك ضيعت من كفيك شاعر، وأنعم بها من قصيدة رابحتها، ويعني قلوب الكثير ربما تكون معها بسبب ما منيت به من خسارة، هي إن كانت قد خسرت شاعر. وأي شاعر. أستاذ عبد الحميد، السؤال الآن عن الأساليب الفنية، الأساليب الفنية التي تخص الشاعر. هل أنت مع وحدوية التصرف أو التصور أو المسلك الشعري، بمعنى أن يسلك الشاعر دربا واحدة فقط فلا يكتب إلا في غرض واحد من أغراض الشعر، أم أن الشاعر عليه أن يكون متعدد الأغراض وبارعا في أغلبها؟ لا، أنا مع اللون الشعري المحدد للشاعر. يعني أنا مع أن الشاعر يبدأ بتحديد لونه وخطه الشعري، ليس من ناحية غرض القصيدة وإنما من ناحية اللون الذي يميز شعره عن غيره. السمة والبصمة يعني. السمة والبصمة بالضبط. فعندما أسمع لك يا مصطفى، يا أستاذ مصطفى، أعرف أن هذا شعرك. جميل. يعني إذا استطعت أن أميز شعرك من شعر الآخرين فهنا أنت لك بصمة ولون مميزين، يعني أنت بهما تكون شاعرا منفردا، شاعرا لك مجالك ولك حضورك الشعري، كيانك الشعري. أما عن الأغراض فعليه أن يكون متعدد الأغراض، متعدد بصمته يعني خاصة. ربما لا يجيد المدح مثلا، ربما لا يجيد الرثاء، ربما لا، ليس يعني ليس فرضا، لكن أن لا يكون أسير طريقة معينة أو أسير مجموعة من الموضوعات فقط. صحيح صحيح. ولو أننا نرى أن هناك من الشعراء من طغى على شعرهم موضوع ما، نعم، وذلك موجود في 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 الكثير من شعراء الأعلام، يعني أكيد. بعضهم مثلا أوقف شعره على التأمل، بعضهم أوقف شعره على المدح، والبعض الآخر كان شعره في مثلا في المناسبات، يعني شعر في مدائح النبي وآله والصحابة رضي الله عليهم جميعا صلى الله عليه وسلم، نبينا الكريم، وهو خير من يكتب به، يعني يتجمل الشعر بخير البشر. هذا ما كان ما وددت أن أسألك عنه، تجربتك الشعرية، عن تجربتك الشعرية في المديح النبوي، لكن نود أن نأخذ استراحة قصيرة الآن، بعده نذهب إلى تجربتك الشعرية فيما يتعلق بالمديح،
ومشاركتك بالكثير من المسابقات أستاذ عبد الحميد. ابقى معنا عموما مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الجزء الأخير من حلقة هذا الأسبوع في برنامجكم بيت القصيد. ولمن التحق بنا الآن، ضيفنا هو الشاعر المميز حقا الأستاذ عبد الحميد اليوسف. قبل الفاصل كان الوعد بنقاش حول القصائد الخاصة بالمديح النبوي وعن تجربتك الخاصة بك كونك شاعرا شارك بالكثير من المسابقات. قبل الحديث عن هذه المسابقات التي شاركت بها، إن أحببت أن تتحدث بشكل موجز أستاذ عبد الحميد، قبل هذا أود أن أسألك، لا يدخل شعر المديح بشعر المناسبات أم أنه يتجاوز ذلك إلى ما هو أعمق وأبعد؟ كلنا مرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا كمسلمين وشرقيين حتى بشكل عام. نعم. عندنا هذا الارتباط العجيب، الارتباط الروحي بهذه الشخصية العظيمة. لا أظن أن شاعرا يجد مناصا من أن يكتب شيئا عن هذا، لأنه سيبقى يحس به داخليا، وإحساس الشاعر دائما هو نبراس الكتابة لديه. نعم. وحادي الكلمات وحادي الأبيات عنده. أظن أن شعر المناسبات، يعني المناسبة عندما تأتي مثلا المولد النبوي أو شيء من هذه المناسبات، هي تذكير بقيمة الشخصية، داعي للكتابة عنها، داعي للتأمل. نعم. فيها، داعي للقراءة عنها. فأجد أن المناسبة ليست، يعني لا نكتب للمناسبة، نكتب. نعم. للشخصية، وإنما المناسبة هي المنبه الذي ينبهنا ويذكرنا. أحسنت أستاذ عبد الحميد. المسابقة قد تكون محفزا على الكتابة ودافعا ليقول الشاعر ما يحب وميدانا للمنافسة، لكن من المؤكد أنها ليست معيارا ولا غاية، ما رأيك في ذلك؟ طيب، المسابقات مهمة، مهمة لسبب آخر غير الفوز بها، يعني. نعم. باعتباري شاركت في أكثر من مسابقة شعرية وأدبية، التجربة نفسها، تجربة المشاركة والذهاب إلى مكان ما وهناك شعراء حولك وهناك إلقاء وهناك تحكيم وهناك لجنة وهناك مراجعة وهناك تعارف وهناك. نعم. سماع للكثير من القصائد وهناك مقارنات، كل هذا عبارة عن شحن كبير جدا ومهم لأي شاعر في صقل هذه الموهبة. يا سلام. ليست الغاية من المسابقة عندي على الأقل قضية الفوز، الفوز يعني بالآخر مسألة قدرية، بدائقة. لا، سيأتي بدائقة الحكم والمحكمين. أكيد. يعني وهذا ما قيل لي من بعض المحكمين وما شعرت به عندما حكمت أيضا المسابقات الشعرية والأدبية وإلى ذلك. فحقيقة هي بالأخير لا يعني الموضوع نسبي تماما، قضية الفوز قضية نسبية، ولكن ما ستخرج به من هذه التجارب هي هذا الذي قلته لك، صقل كل ما سبق، موهبتك، شعرك، نقدك، أدبك، رؤيتك، علاقاتك، معرفتك بالشعراء، كل يعني أكثر من العد والحصر ما ستخرج به من المشاركة في المسابقة. صدقت والله. خذنا إلى قصيدة جديدة، ريثما أحضر لك السؤال التالي، وإن كنت تعرفه وهو خاص أيضا بمسيرتك الشعرية وطموحك الخاص، لكن قبل ذلك نود أن نسمع منك قصيدة جديدة. تفضل أستاذ عبد الحميد. لا بأس. أنا فوق قارعة الزمان جلست ألهثها السنين ورفعت طرفي فإذا السماء لها أنين وعلى لسان الأرض ألف قصيدة تتلعثم الخطوات في ترديدها تشكو
وأسمعها يا سلام. وتوغل بي وتوغل بي فينساه الحنين. خذني إلى أقصى جراحي والتفت، أوهل ترى ما في الجراح من الحنين إلى الثرى وإلى معانقة القبور إلى النشور إلى لقاء النور. آه يا ترى أوهل ترى هذه الضلوع تبعثرت حولي فما لي غير قلب، هذه الضلوع تبعثرت حولي فما لي غير قلب. تتهامس الأحزان عنه وينحني دمي المراق له ويمضي، ووراء قافلة الدماء يضيع نبضي، وتشق من فرط البكاء علي جيب قميصها عيني، فتنفرط اللآلئ عقد دمع. هذه الحياة قلاعها العصماء تستعصي علي، هذه الحياة قلاعها العصماء تستعصي علي. جيش الهواء يخون أنفاسي ويعقد حلفه هو والفراغ، ومؤامرات الضوء تسفر عن ظلام، ووحده يبقى لساني باحثا عن أي حرف وسط غدر الصمت قد يقوى الكلام. وأفيض روح وأفيض روح من جوف حالكة الليالي محض روح يا سلام تعلو لتدخلني السماء. تعلو من جديد. تعلو وأفيض روح من جوف حالكة الليالي محض روح تعلو لتدخلني السماء، وتظل توغل بي وتوغل بي فينساب الحنين. فينساب الحنين وأنعم به من انسياب وأكرم به من فكر ناصع ويعني واسع البياض يشمل الكثيرين في قلبه الكبير. أستاذ عبد الحميد، عن طموحك الشعري الخاص، الخلاصة التي تتطلع إلى تركها، الأمل المأمول الذاتي من الشعر والقصيدة. لم تقل الكلمة المفتاحية يا أستاذ مصطفى. لا بأس لا بأس، قل ما تحب، تفضل. الأثر. يا سلام. الأثر، أن تترك أثراً. نحن لن نستطيع أن نكون غير آثار وتاركي أثر في نفوس من سيأتون بعدنا. يا سلام. مشروعي الشعري، إن شئت التعبير عنه بهذا التعبير، أول أدبي إن صح التعبير، إن كان الأدب أوسع من الشعر، فهو القيام بعمل ما يؤسس لقاعدة يبنى عليها شيء. يا سلام. الأثر هو تركي للأثر، هذا الذي يعني أبحث عنه وهذا الذي أسعى إليه صراحة. إجابة لذلك ذكية. سميت مشروعي عالم أثر. يعني. إجابة ذكية، عالم أثر، ومن الشعر وإن من الشعر لأثرا كذلك، ومن هذا صحيح. الأثر الممتد في مسيرتك التي نرجو أن تطول شعرا وحياة أستاذ عبد الحميد، فبأمثالك تزيد الحياة اتساعا. خذنا إلى قصيدة تكون عيدا لأولنا وآخرنا في ختام هذه الحلقة، لأن الوقت يوشك أن يدركنا. قصيدة قصيرة طيب. تصلح يعني خاتمة صحيح. لهذه الحلقة، تفضل. سبحان الله، هي جاءت هذه الأخيرة وهي أقصر القصائد. بها ونعمت، تفضل. بمصباح كتيم الضوء أشعله بأيامي، بمصباح كتيم الضوء أشعله بأيامي، عبرت إليك من ظلم الحياة وسود أعوامي. عبرت إليك مشتاق الخطى مجهودها، كسرت عصا صبري على باب يسد بوجه أحلامي. تجرحني رياح العمر كالذكرى إذا مرت على قيثارة النسيان تلبس ثوب أوهامي. تخاتلني نياب الموت جائعة فتغرس في دروبي هاجس الرعب الأليم المفزع الدامي. أجر همومي الثكلى بميلادي إليك، ومهجة نثرت شظاياها على آثار أقدامي.
أنوء بجسمي التعب الذي راحت شموس الكون تحرقه إيه. فتصنع مجدها من حر آلامي. عبرت إليك وأسفي، عبرت العمر كل العمر، لم تبقى معي إلا ثواني عمري الضامي. يا الله. أمد خلالها كفا بدت موهونة رجفت إلى إطفاء مصباح كتيم الضوء أشعله بأيام. كتيم الضوء أشعله بأيامي، ما أجملها من بس. خاتمة أستاذ عبد الحميد. رسالتك في الختام إلى وطنك الذي تنتمي إليه قطر، والأمة الواسعة والكبيرة والممتدة. إلى قطر أقول دمت يا قطر، ودمت عالية يا قطر. وإلى أمتي أقول يا أمتي أدام الله لك قطر. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الحميد اليوسف الشاعر الجميل. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نرجو من الحياة أن تكون كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذه اللقاءات العذبة والجميلة وجها لوجه في المرة القادمة. شكرا جزيلا لك يا أستاذ مصطفى على الاستضافة، شكرا لوقتك، وشكرا لبيت القصيد. بارك الله فيك، والشكر موصول كذلك لكم السادة المشاهدين الكرام أينما كنتم في كل مكان. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من بيت القصيد، في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم بإذن الله من خلال شاشة الرافدين. دائما كونوا في أمان الله، إلى اللقاء.